السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتكم قناة مكافحة العدوى. معاكم الدكتور خالد سيد، تخصصي مايكروبيولوجي وخبرة 8 سنوات في مجال مكافحة العدوى. حلقتنا اليومين دول هتبقى بعنوان 5 دقائق مكافحة كورونا، وفي كل فيديو في أول كل فيديو هنفكركم بأهم 5 حاجات نعملهم: لبس الماسك طول ما احنا خارج البيت، اليونيفرسال ماسكينج، السوشيال ديستانسينج التباعد الاجتماعي، نظافة وتطهير الأيدي باستمرار، رابع حاجة نظافة وتطهير الأسطح اللي حوالينا كلها، خامس حاجة توعية المجتمع بالأربع حاجات اللي فاتوا. حلقتنا النهاردة بعنوان العزل المنزلي. العزل المنزلي، مين المفروض يبقى في العزل المنزلي؟ مين اللي هيتطبق عليه العزل المنزلي؟ هتعمل ايه في العزل المنزلي؟ هتعمل ايه لو عشان تحمي الناس اللي معاك في البيت وانت عازل نفسك في البيت؟ امتى تفكر انك تروح المستشفى؟ طيب بداية كده، العزل المنزلي ده هيتطبق على مين؟ العزل المنزلي ده هيتطبق على ثلاث انواع من الناس. اول حاجة اللي هو لو حد مشتبه فيه. حد مشتبه فيه يعني ايه؟ يعني حد عنده اعراض، وكلنا دلوقتي عارفين ايه هي اعراض الكورونا. اي حد عنده كحة، سخونة، ضيق في التنفس، او فقدان لحاسة الشم او التذوق، ده لازم يعزل نفسه في البيت. تمام؟ طيب يبقى وده بنسميه حالة اشتباه. الحاجة التانية انه يبقى حالة ايجابية. حالة ايجابية يعني عمل تحليل الكورونا وطلعت ايجابي. واللي هيتعزل في البيت، مش كل الناس طبعا، اللي هيتعزل في البيت ده اللي عنده اعراض، ما عندوش اعراض خالص، ايجابي وما عندوش اعراض خالص، او ايجابي وعنده اعراض بسيطة تسمح له بالعزل المنزلي. هنتكلم في اخر الفيديو مين اللي المفروض يروح المستشفى ويتحجز في المستشفى. طيب تالت حد اللي هو المخالط. مخالط لمين؟ مخالط لحالة ايجابية. يبقى انا عندي خلطت حد حالته ايجابية، طلع ايجابي كورونا، وانا مخالط ليه، يبقى لازم اعزل نفسي في البيت. او اني خلطت حد مشتبه في اصابته ومش قادر يعمل تحليل مثلا. يعني انا قاعد مع واحد في البيت والواحد ده عنده اعراض، تمام، هو يعزل نفسه وانا اعزل نفسي معاه. تمام؟ مش معاه في نفس الغرفة طبعا، لازم اعزل نفسي في غرفة تانية لان انا مش متأكد انا عندي ولا لا. طيب يعني ايه اعزل نفسي؟ تعزل نفسك يعني مفيش شغل، مفيش مدرسة، مفيش خروج نهائي من البيت الا للضرورة القصوى. والضرورة القصوى دي معناها انك تعبت فعايز تخرج تشوف طبيب او مستشفى، وساعتها هتبلغ حد يجي يساعدك وانت قايل له انك عازل نفسك في البيت لانك مشتبه ان عندك اعراض او عندك اعراض فعلا. تاني حاجة، مفيش بقى انك تركب مواصلات او تاكسي علشان تروح حتة وهو مش عارف انك، يعني ما تعرضش حياة الناس للخطر علشان تنقذ نفسك. لا، لازم تبقى معرف اللي هينقلك ده انك معزول منزليا. ما تستقبلش حد في بيتك خالص، ضيوف، ناس جايه تزورك بتاع، كنسل الكلام ده كله. ما يجيلكش البيت او يجي يزورك حد وانت في العزل المنزلي الا حد هيقدم لك رعايه طبيه وبيبقى واخد كل الاجراءات الوقائيه. طبعا طريقه العزل المنزلي نفسها انك بتعزل نفسك في اوضه لوحدك. الاوضه دي يفضل ان يكون فيها حمام خاص. لو مفيش هتضطر انك تستخدم الحمام اللي في البيت مع الناس اللي في البيت، بس دي ليها اجراء معين، وهو انك تحاول تبقى بتستخدمه بعد ما هم يستخدموه وتطهر كل الاسطح اللي انت استخدمتها او لمستها في الحمام، تنظف الحمام يعني بعد ما تستخدمه. الأوضة اللي انت هتعزل نفسك فيها لازم تكون جيدة التهوية. يعني المراوح ما بنفضلش استخدام مراوح خالص. المراوح بتساعد في نشر الفيروس، خاصة لو شغلتها بسرعة عالية جدا. يفضل لو في شباك في الغرفة تبقى فاتحه. أكلك وشربك في الغرفة يجي لك لحد عندك. يفضل استخدام الأطباق والكوبايات اللي هي استخدام مرة واحدة وتترمي. طيب النفايات بتاعتك بترميها في كيس، الكيس ده بيبقى دبل يعني كيسين،
في بعض. يعني انت بترمي حاجتك في كيس، وبعد كده اللي بياخد الكيس، اللي بياخد الحاجه منك بيجيب كيس، وتحط الكيس بتاعك في الكيس اللي هو جايبه لك علشان هو يرميها بامان. الحاجات التانية اللي بتطبقها في العزل المنزلي في المطبخ مثلا، لو انت عايز تعمل اكل، لا هو يفضل هم اللي يعملوا لك اكل والاكل يجي لك. طيب، يفضل انك ما تشاركش في البيت اي مكان او اي حاجة الناس بتستخدمها، يعني ما تقعدش في مكان الناس بتقعد فيه، ما تستخدمش الفوط، ما تستخدمش اي حاجة ممكن الناس التانية تستخدمها. حاجتك الخاصة، يبقى اوضتك الخاصة، حمامك الخاص، حاجتك الخاصة، دي احسن حاجة تطبقها في العزل المنزلي. لو اضطريت تخرج من غرفتك، يبقى تخرج وانت لابس الماسك طبعا، ونظافة وتطهير الايدي باستمرار قبل ما تلمس اي حاجة بره. حتى وانت قاعد في الغرفة نفسها، حاول لو انت عندك اعراض كحة او عطس تغطي الانف او الفم بمنديل وترميه في الباسكت، وتطهر ايديك بعد كل ما تكح او تعطس، وتحافظ على كل الاسطح اللي في الغرفة على قد ما تقدر انها ما تتلوثش. حاجة مهمة جدا 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 للناس اللي عازلة نفسها في البيت، لو معاك حد في البيت من الفئة عالية الخطورة، يعني الناس اللي اكتر من 55 سنة، مراتك حامل، عندك حد في البيت عنده امراض مزمنة لا قدر الله، زي امراض القلب، امراض الكلى، عنده مناعته ضعيفة، الناس دي لازم تبعدها خالص. تبعدها خالص ازاي؟ يا اما تشوف لهم مكان يقعدوا فيه، لو انت ما عندكش مكان تاني غير المكان اللي انت فيه وهم عندهم مكان مثلا، ابعد وديهم مثلا، لو باباك قاعد معاك في البيت لا وديه عند اختك مثلا او عند اخوك. لو زوجتك الحامل لا لازم تبعد عنها خالص، وتبقى انت في اوضه لوحدك خالص عنها، او توديها عند مامتها لحد ما انت تكمل فتره العزل. يبقى او انك تشوف مكان اصلا تقعد فيه بره البيت، لو البيت عندك زحمه تشوف مكان انت تعزل نفسك فيه بره، وتطبق كل اجراءات العزل اللي احنا قلنا عليها دي في المكان التاني، ودي اعتقد انها هتبقى اسهل طريقه. طيب، مده العزل دي المفروض تبقى كام؟ يعني انا عازل نفسي كام يوم؟ طيب، في حاجتين بقى وهنفرق ما بينهم. انت مصاب، يعني انت حاله اشتباه، عندك اعراض وانت عندك كورونا او حاله ايجابيه لكورونا، ولا انت مخالط؟ طيب، لو انت جالك اعراض احسب 10 ايام من بدايه ظهور الاعراض، بشرط ان الاعراض تكون راحت طبعا. وهنا في تركه بسيطه، يعني الكحه وفقدان حاسه الشم او التذوق ممكن تقعد معاك اسابيع، فانت بتحسب كده كده 10 ايام بغض النظر عن ان الكحة قاعدة، تفضل كحة بسيطة او الشم والتذوق لسه ما رجعوش. انما لو السخونة فضلت او دي النفس او الاسهال او في حاجات كده او مناخيرك لسه مسيلة، الحاجات دي لازم تختفي بعدها ب 48 ساعة تقدر تخرج من العزل المنزلي. يبقى عندنا 10 ايام بشرط ان الاعراض اللي احنا قلنا عليها دي تكون راحت. ده بالنسبة للشخص اللي عنده اعراض. طب بالنسبة لشخص مخالط، احنا قلنا المخالط هيتعزل برضو، او شخص ما عندوش اعراض، الشخص المخالط هيعزل نفسه 14 يوم بشرط انه ما تجلوش اعراض اثناء ال 14 يوم. يبقى للمصاب 10 ايام من تاريخ ظهور الاعراض، وللمخالط يحسب 14 يوم من اخر يوم كان مخالط فيه للحاله الايجابيه، ويقدر يخرج من العزل المنزلي. طيب، لو انا قاعد في البيت بقى، الاعراض اللي عازل نفسي في البيت عندي اعراض، هعالجها ازاي؟ طيب، طبعا العزل المنزلي ده لازم هيبقى اعراض، الاعراض اللي عندك بسيطه، مش معقوله تبقى مثلا اعراضك شديده وهتقعد في البيت. الاعراض اللي في البيت زي السخونه، زي الكحه، زي ضيق النفس، طول ما هي تقدر انت متعايش معاها بتفضل في العزل المنزلي. السخونه مثلا، هعمل ايه للسخونه؟ السخونه هتريح نفسك خالص، تريح نفسك على قد ما تقدر، تشرب سوائل كتير، واهم سوائل الميه، تشرب ميه كتير علشان الجفاف وكده، وتاخد حاجه للسخونه زي باراسيتامول او الايبوبروفين.
طيب الكحة هعمل فيها ايه؟ الكحة هتجنب ان انا انام على ظهري، هنام على جنبي او انام وانا قاعد، او وانا قاعد كده اريح نفسي. العسل مفيد جدا للكحة، او انه ممكن اخد اي دواء للكحة. طيب ضيق التنفس، لو عندي ضيق تنفس ممكن اريح نفسي بحاجتين مهمين. ان انا اتجنب ان انا اقعد في جو حر، ده بيزود ضيق التنفس شويه. زائد في طريقه كده بنعملها، اللي هو ان انا بحط ايدي على ركبتي وافرد كتفي، افرد كتفي كده لورا تمام، وميل لقدام واخد نفس من انفي واطلعه من بقي كاني بنفخ شمعة كده. الطريقة دي إن شاء الله تريح معاك النفس خالص. طيب لو أنا بقى الأعراض اللي عندي زادت ومش قادر أتعايش معاها في العزل المنزلي، لا كده أنت دخلت في مرحلة سخنت جامد، كحة شديدة لدرجة إن في ناس مثلا ممكن تكح تجيب دم وهي بتكح، أو بقى ضيق التنفس زاد عندك مش قادر تاخد نفسك، هتسيب نفسك؟ لا طبعا مش هتسيب نفسك في العزل المنزلي، يا تكلم الطبيب بتاعك تستشيره تعمل ايه، يا اما تشوف حد ينقلك لاقرب مستشفى وتطبق كل، وهو يطبق كل الاجراءات الوقائيه وهو بينقلك للمستشفى دي. ارجو ان الحلقه النهارده تكون بينت كل اجراءات العزل المنزلي وازاي تتعامل مع العزل المنزلي، ونقابلكم قريب تاني ان شاء الله. شكرا.